بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ شباب درسنا اليوم. راح نتعلم عن كيفية، راح نحكي عن الجرد السنوي الخاص بحقول الكهرباء الموجود هون بألمانيا. طبعا معروف انه لما اي شخص عنده عقد في ألمانيا راح يكون عنده بنهاية العقد او بنهاية السنة راح يكون عنده تصفية، وشركة الكهرباء الخاص فيه راح تبعت له ورقة تحوي على جزئين، تطلب منه انه يسجل رقم العداد الخاص فيه الموجود عنده بالبيت. طبعا اكيد اي شخص كان عنده عقد كهرباء اكيد رح يكون شاف من قبل هاي الورقة على الشكل التالي، تكون من اعلى صور العدادات ومن الاسفل عم تكون مثل المستطيل الاخضر، وعم يكون كمان الجنب الثاني والقسم الثاني للورقة نفسها كمان على نفس الشيء، عم تكون الوجه الامامي للورقة عم تحوي على اكواد، عم تحوي كمان نفس الشيء الورقة الخضراء. هلا بدرسنا اليوم رح نتعلم كيف فيني أعبي وأبعت الرقم العداد الخاص فيني بنهاية السنة لشركة الكهرباء الخاصة فيني عن طريق الأونلاين أو عن طريق الكارت الأخضر اللي يبعتوا لي بنهاية كل سنة. طبعا هلا أول شيء رح بلش كيف فيني أبعت الرقم العداد الخاص فيني لشركة الكهرباء الخاصة فيني عبر الأونلاين. أكيد أي حدا لما تصل لنهاية السنة رح تشوف انه بعت لشركة الكهرباء الخاصة فينك بعتت لك بوست على الشكل التالي. البوست عم يخبرك انه ايمتى يخلص العقد الخاص فينك، وعم يخبرك انه هي رقم العداد الخاصة فينك. على سبيل المثال وعم يطلب منك انه اذا بدك تبعت الكود، تبعت رقم العداد من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، بامكانك تتبع هالموقع الرسمي اللي موجود عندي هون بالاسفل. هلا اول شيء نبلش باول خطوة، انا بدي اكتب رقم العداد الخاصة فيني. هلا اول خطوه راح اروح اشوف بالبوست اللي اجاني من شركه الكهرباء، راح اروح اشوف شو هو رقم العداد الخاص فيني، سالهم هو رقم العداد. بعد ما اشوف رقم العداد الموجود عندي بالبوست راح اروح على ساعات الكهرباء الموجود عندي بالبيت. فرضا انه ساكن بالبنايه عم تكون عندك حوالي شيء 10 ساعات، اكيد راح تروح تعمل المطابقه بين الرقم العداد الموجود عندك بالبوست مع رقم العداد الموجود على احدى العدادات الموجوده عندك بالبنايه. فاكيد المفروض يكون في تطابق بين الرقم العداد الموجود بالبوست اللي جاك من شركه الكهرباء مع رقم العداد مع الرقم الموجود بتحت شاشة العداد الموجود عندك بالبيت. هلا بعد ما شفت هالتطابق راح اخذ راح اعمل صورة للعداد الخاصة فيني. بعد اول شيء بدي اروح ابعت هذا الرقم لشركة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي الخاص فيه. هلا مثل ما شايفين عندي هون عم يطلب مني انه هون اذا بدك تبعت الرقم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، عم يطلب مني انه هون في عندي الموقع الرسمي. هلا راح فوت هذا الموقع الرسمي الخاص بالشركة الخاصة فيني وابعت له الرقم. هلا راح اشوف كيف فيني ابعته من خلال اونلاين. هلا راح اروح على اي متصفح، سواء كان من خلال الجوال، من خلال متصفح جوجل كروم، او اي متصفح ثاني من خلال اللابتوب. هلا راح استخدم عندي مثلا متصفح جوجل كروم. هلا راح اخذ الموقع الرسمي الموجود عندي بالبوست اللي بعتوا لي شركة الكهرباء، هذا الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء. راح اخذ هذا الموقع الرسمي، بعدها راح اروح على اي متصفح وراح اعمل له بحث www. هلا راح اعمل بحث على الموقع الرسمي هذا اللي موجود عندي مثل ما شايفين عندي هون. هلا بعد ما فضنا على الموقع الرسمي اللي كان موجود عندي بالبوست اللي بعتوا لي شركة الكهرباء، راح اروح على خيار اسمه مثل ما شايفين عندي هون. هذا معناتها قراءة مستوى العداد، راح نكبس عليها ضغطة، بعدها راح انزل بنزول لتحت. هلا هون عم يطلب مني انه اول شيء انه يطلب مني انه ادخل رقم العداد. طبعا هذا رقم العداد موجود، حكينا موجود بالعداد تبع الكهرباء، وبنفس الشيء كمان موجود بالورق اللي بعتوا لي اياها الشركة الكهرباء. هلا اذا عملت هي الورقه الخاصه بشركه الكهرباء انتم شايفين عندي هون. هلا انتم شايفين عندي هون عم الموقع الرسمي عم يطلب مني ادخل شيء اسمه رقم العداد السالنوما وكفي ار كود اي دي. طبعا هي الاكواد اللي عم يطلب مني هي الموقع الرسمي موجوده نفسها بالبوست اللي بعتت لي اياه شركه الكهرباء. هلا راح اخذ اول شيء رقم العداد، راح اخذه من هون وسجله هون بالمستطيل الاولاني، بعد راح ارجع اخذ الكيو ار، هذا هو نفسه موجود كمان بالبوست اللي بعتوا لي اياه شركه الكهرباء، سجله بالمستطيل الثاني. هلا اخذت رقم العداد الخاصه فيني هون، راح سجله بالمستطيل الاولاني. طبعا هلا سجلنا رقم العداد، راح انزل لتحت بنزول، راح اخذ كمان لازم ادخل عندي كود اسمه كيو ار في كود. طبعا اكيد نفس الشيء موجود هذا الكود موجود بالورقه اللي بعتت لي اياها شركه الكهرباء، كمان راح نفس الشيء راح سجل الرقم هون. كمان بعد ما دخلت رقم العداد مع رقم الكود اي دي، هلا بعد ما دخلت هالرقمين راح انزل بنزول لتحت. بعد ما دخلت هالرقمين راح انزل بنزول لتحت وراح اكبس على كلمه تسالشتاند
عن جيبين راح اكبس عليها ضغطة. هلا هون عم يطلب مني انه دخل، عم يعطيني هون عنواني وعم يطلب مني انه دخل تاريخ ايمت، عم دخل ايمت ايمت صورت العداد اللي خاص فيني. انا على سبيل المثال صورته بتاريخ 30 الشهر، راح اعطيه بالتاريخ 30. طبعا خبرته ايمت تاريخ التقاط الصور للعداد. هلا بعد ما دخلت التاريخ راح انزل لتحت نزول، هون عم يطلب مني انه دخل لتساتسال ستاند، يعني عم يطلب مني ادخل الرقم العداد الموجود بالعداد لما صورته. راح ادخل هذا الرقم اللي شايف عندي هون. هاد طبعا هاد كان رقم العداد الخاص فيني، راح اخذ هذا الرقم 6146، راح المفروض عليه ادخله هون. انتم شايف عندي هون 6146، راح ادخل هذا الرقم الموجود بالعداد، راح ادخله هون بالمستطيل الموجود عندي هون تحت. الرقم كان 6146 6146. هلا بعد ما دخلت رقم العداد راح اكبس على كلمة فايتال. هلا هون عم يخبروني اذا بتحب انه ادخل الايميل الخاص فيني عشان يبعثوا لي الادخالات اللي دخلتها من قبل. على سبيل طبعا هذا خيار اختياري، بامكانك تدخله وبامكانك لا. فرض انا بدي ادخل ايميل، راح اكتب ايميلي. هلا بعد ما دخلت الايميل الخاص فيني راح اعطيه اتصال ستاند ابسندني ارسال، اعطيه ضغطه. هلا عم يخبر، يعني عم يخبرك انه شكرا لادخال البيانات، وعم يخبرك انه راح يبعثوا نسخه من البيانات للايميل الخاص فيه. طبعا هاد كانت الطريقه من خلال الموقع الرسمي الخاص الموجود بالبوست اللي بعثت لك اياه شركه الكهرباء. هلا في عنده طريقه ثانيه، فرضا ما بدي من خلال اونلاين، من خلال الكارت الاخضر المرفق بالبوست اللي بعثوا لي شركة الكهرباء. هلا إذا رجعنا على البوست اللي بعثت لي شركة الكهرباء، طبعا شباب هاد كان الشكل البوست اللي بعثت لي شركة الكهرباء، عم تحوي على قسم حلو. هلا بدي أعبي البوست بشكل يدوي. طبعا هاد كان البوست اللي بعثت لي شركة الكهرباء، عم تحوي طبعا على البوست مؤلف من جزئين، جزء بالأبيض وجزء بالأخضر. هل المفروض علي راح أعمل قص للجزء الأخضر الموجود عندي هون، مثل ما شايفين عندي هون، راح نعمله تكبير شوي. هون محل أبسند تسجل اسمك الخاص فينك. هلا بعدها رح تروح على الطرف الثاني الموجود بالبوست، على الطرف الثاني من الكارت الأخضر. طبعا هذا كان الكارت الوجه الثاني من البوست، رح ننزل كمان هون تحت على الكارت الأخضر الموجود عندي هون، مثل ما شايفين عندي هون. إذا عملنا شوية تكبير كمان نفس الشيء، هون عم يطلب منك هون بالكارت الأخضر كمان بعد ما نعمل له قص من هون، مثل ما شايفين عندي هون. رح نسجل هون تاريخ تسجيل عداد، هون التاريخ، وهون تسال ستاندرم، هون راح نسجل رقم العداد. على سبيل المثال كان عندي بحالتي 6146، راح اسجل 6416، وباقي البيانات راح تكون، نحط مربعات راح تكون اصفار. فعلى سبيل المثال راح تكون التعبئه راح تكون على الشكل التالي. هلا انتم شايفين بعد ما قصيت الجزء الاخضر الموجود عندي بالبوست، سجلت رقم 6146 على الشكل التالي بالمربع الموجود عندي هون تسال شتانت، سجلت رقم 6146. طبعا بالمربعات اللي ضلت فاضي حطيت اصفار، وبالعلى حطيت ايمت اخذت ايمت صورت العداد، حطيت تاريخ تصوير العداد 30/3/2021. وعلى الطرف الثاني من الكرت الاخضر رح سجل هون اسم المرسل وابعث لشركة الكهرباء. طبعا هذا كان هيك كانت الطريقة المتعلقة بتسجيل العداد عشان الفاتورة السنوية الخاصة بالكهرباء. طبعا تعلمنا من خلال اونلاين ومن خلال الكارت اليدوي الأخضر. طبعا درست هلا إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بدرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.